ايوه حصلناها، هذه التعليمات بالانجليزي وبالتايلاندي. شانغ ماي سيتي وول. So the city Chiang Mai was founded by King Manggarai. King Manggarai. حل عن أبوه. أنا تحسب 1996. شوفوا كم طلع 1296. سنة 1296. It's town plan. خطة مدينة was square in Chiang. شوفوا طول هذا 1600 متر long، طول الجدار كيلو ونص تقريبا الى اخره. يلا بعدين نخبركم. هذا عند كل كورنر من كورنات شو يسمون الجدار تحصلون هذه. ذاك اليوم حصل ناس شموع ويصلون هاي صلاتهم، انه يعني استغفر الله العظيم البوذا حماهم. وكنقر مره من قرايب ايش اسمها معتقدات، يعني كلنا معتقده. نحن طبعا ما عندنا مشكله، نحترم جميع الاديان والمعتقدات والحمد لله على نعمه الاسلام. فخلونا نكمل الحين يا جماعه الخير قبل المغرب، الساعة 5:30. عشان ما تبلون اليوم ما بنكمل الجسر الجدار، يا اخي بعيد وايد. وبعدين شو بتشوفون يعني اثار. خلنا بدخلكم بين الحارات شوي تستانسون. انتم مال اثار انتم. اخي احد يشجعني يحمسني يقول لي يا اخي عطنا اثار عطنا هذا. مثل ما تقول حفوز يعني يكون عندي. أرويكم المحلات السكيك الداخلية لشينغ ماي. هلو. هلو. يا سلام. في مطعم ايطالي ذاك اليوم اتمشى يا اخي شفته، كان خاطري باستا بس للاسف كان الوقت متاخر وسكر. هذا بعد معبد هني عود ما ادري شو اسمه. اوه يا سلام بيتزا الفحم. كم بناخذ لنا بيتزا؟ والله يعطي شوية أنا. خلني باخذ لي لفة قبل. هذا شو اسمه المعبد؟ مطاعم حلوة هني، برجر بيتزا.
ايوه وقف نقله هرن. ما ادري ترى هني ولا خلنا نستكشف. حلو يا اخي شوارعها. استوى هو الحين كان مايز مطر. هذا المطعم ما ادري شو قديم. شو هذا؟ Now here we making coffee. We make good coffee. يعني of course you're gonna say good coffee. They said good coffee. To support local family. Very nice. أنا رجع له يقول لك أنا أعمل بس اللي عجبني الديزاين بصور لكم إياه بعدين. بيت تقول من سنة العصر الحجري. الو وايد نظيفة سكيكة شوارعها هذه ضيقة اللبن. هذه بقعة مطاعم كانت غايبة عني الصراحة اكتشفتها الحين معاكم. هذا سوق هني بعد. اعتقد انا في الداون تاون. الحين وين؟ يلا نكمل. كأني خاطف البقعة هذه مش غريبة علي. اتوقع والله يلا خلونا نوصل للكورنر هذا او الجيت مال الجدار وبعدين ننهي الفيديو. يا اخي ما في دعم، ما تسوون لايك، ما تسوون اشتراكات، ما تسوون. واي شيء تبغون في شينغ ماي انا حاضر. معلم سياحي، اوتيل، اللي تبونه مره. تنفيذ الطلبات ابشروا ابشروا يا جماعة الخير. انتوا غاليين علي بعد. هذا شو يسمونه
جدار جيت ما ادري كم. فخلونا نشوف. ادقهم جرس. وقف. ايوه شوفوا الحين دخلنا الجدار. هني بغيت اجيبكم من البدايه. شوفوا طبعا ياخذون صور تذكاريه. خلينا نطلع هذه تشو هذه. هذا هو دفاع جيت. من اشهر معالم شانغ ماي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحين وانا في جولتي الاستكشافية في السيكل مطر مرة واحدة رعد وبرق طب مطر غزيع تو خف الحين من نص ساعة. فالكل وقف عند 7 ليفل. اللي خذ المظله اللي خذ شو اسمه. شوفوا الحين يشترون مظلات. في هذا لبسه كذي بلاستيك.